بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اجدد بكم وبحضرتكم التحية والترحيب من جديد لينطلق الشوط الحادي عشر للقعدان الحقايق. ترحيبنا بكل الشعارات وبكل الأسماء الحاضرة مباشرة مع المركز الأول لأتابع الواضح حمد بن سعيد بن سيف الرميثي يقدم لنا شعاره. المركز الثاني أتابع القادم، أتابع المنطلق مع المركز الثاني القادم في هذه اللحظات. من يحتل المركز الثاني؟ يا سلام، المركز الثالث. أتابع القادم والحاضر في هذه اللحظات. شقران سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، بينما المركز الرابع. أتابع القدوم والحضور، أتابع انطلاقة مزعل علي بن غانم بن علي المنصوري، بينما المركز الخامس. أتابع في هذه اللحظات الحاضر والقادم النادر راشد بن محمد بن سالم العفاري، بينما المركز السادس الحضور من هتان محمد بن سالم بن علي بن صميط، هو القادم في هذه اللحظات. بينما المركز السابع الحضور والقدوم، أتابع من هي؟ مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المهيري هو القادم. المركز الثامن، أتابع شعارات قادمة حضر شاهين سعيد بن محمد بالهويمل العامري. المركز العاشر، أتابع القادم من هي؟ مبارك بن محمد بن مبارك المهيري. نعود إلى الصدارة، نعود إلى النادر، النادر النادر النادر. من يحتل الصدارة؟ راشد بن محمد يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، ولكن تابعوا، المهندس هو القادم. سعيد بن أحمد بن دمينة المنصوري يقدم لنا شعاره، وكذلك القادم. أتابع مزعل علي بن غانم بن علي المنصوري. بدأت المعركة، الفوز وين؟ الناموس وين يا كبار يا عمالقة؟ ولكن النادر راشد بن محمد بن سالم العفاري يقدم لنا شعاره، يحتل المركز الأول. بدأ بالمغادرة، بدأ بالإقلاع، راح بالفوز. النادر 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 والقادم، القادم معطش عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري، ولكن النادر 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 اللحظات الخطيرة، ولكن معطش معطش عطشان للفوز، عطشان معطش. والنادر النادر ومعطش، اللحظات الحرجة اللحظات الخطيرة ما بين النادر ما بين معطش معطش والنادر. ولكن المهندس المهندس ما شاء الله تبارك الرحمن عبر إلى الفوز إلى الناموس. عرض الكبار سعيد بن أحمد بن دمينة المنصوري، سلام. المركز الثاني، المركز الثاني كان معطش عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث النادر راشد بن محمد بن سالم العفاري. والمركز الرابع، المركز الرابع